الوقف حياة، الوقف معين لا يمضى كالمطر يدا. السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة سابقة كنا قد قمنا بزيارة لمجلس سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة، واللي تفضل بالرد على عدد من أسئلة البرنامج. سماحته يعني توجه بخطوة مباركة إن شاء الله إلى إنشاء مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية. هذه المؤسسة اللي بفضل الله الآن تخطو خطواتها الأولى في سبيل تحقيق الأهداف المتوخى من إنشائها. مثل ما تلاحظوا معنا في حلقاتنا السابقة، كنا نطرح قصص نجاح وقصص متنوعة لأنواع من الوقف، ونعدد الأهداف من إنشاء تلك المؤسسات الوقفية، ولماذا مثلا الواقف اختار الموضوع الفلاني دونا عن مواضيع أخرى، أو مثلا مواضيع فيها خدمة مباشرة للمجتمع، فيها خدمة للدين، فيها خدمة للعلم وهكذا. هذه المؤسسة أيضا لها أهدافها الواضحة، لكن كان سؤالنا الأول لسماحة المفتي، لماذا اختار الوقف كوعاء لعمله الخيري؟ نتابع إجابة سماحة المفتي. نعم، الوقف يتميز عن غيره من النفقات التي تنفق، لأن النفقات التي ينفقها الإنسان في حياته كثيرا ما تكون مقطوعة ولا يمتد خيرها فيما بعد، فلا يمتد أثرها إلى ما بعد موته. يتصدق على فقير أو يعطي جهة ما يعطي من المعونة، أو يقوم بأي شيء من هذا القبيل، ينتهي ذلك كله بانتهاء وقته. ولكن الوقف بخلاف ذلك، لأن الوقف حبس العين مع تسبيل المنفعة. العين تبقى محبسة، أي لا يمكن التصرف فيها، لا يمكن فيها البيع، ولا يمكن فيها أي تصرف آخر من التصاريف التي تخرجها عن حدود ما هي مخصصة له. الوقف يبقى دائما، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. يبقى العمل في هذه الثلاثة الأشياء: في العلم الذي ينتفع به، كمن يقف كتبا مثلا، أو يقف مكتبة، أو يؤلف كتابا وينشره ويبقى هذا الكتاب يتداول بعد موته، فإنه كلما استفاد منه أحد علما تجدد له الثواب، وهكذا. أو صدقة جارية التي يعود خيرها على الجهات المخصصة لها، كالفقراء أو المساكين أو وقف المستشفيات أو أي شيء من هذا. كل وقف خيري، كل وقف خيري هو مما يجري ثوابه من بعد موت الواقف بإذن الله سبحانه وتعالى، ويستمر إلى مدة بقاء ذلك الوقف، إلى أن ينتهي ذلك الوقف. وكذلك إذا كان هذا الوقف أيضا يخدم المصلحة العلمية فمن باب أولى، يجمع ما بين الحسنيين، يجمع ما بين الصدقة الجارية، ويجمع ما بين العلم الذي ينتفع به. السؤال الثاني اللي طرحناه على سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي،
هو لماذا اختار خدمة العلوم الإسلامية كهدف أول من أهداف هذه المؤسسة الوقفية؟ نتابع أيضا. نعم، مع مراعاة الأهداف الأخرى أيضا، نحن لا نغفل الأهداف الأخرى، ولكن هذه الغاية هي الهدف الأول، لأن العلوم الإسلامية هي التي تصلح المجتمعات، تصل الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وتربط بين الفرد ومجتمعه، وبين الفرد وأسرته، وبين الفرد وسائر إخوانه المسلمين، بل وبين الفرد المسلم وسائر المجتمع البشري، وتربط ما بين الإنسان وبين أي شيء في هذا الكون الواسع الأرجاء المترامي الأطراف. فالعلم الذي ينتفع به هو الذي يصل الإنسان أولا بربه، ثم يصله أيضا بأي شيء آخر من مخلوقات الله تعالى. ولازال للحديث بقية مع سماحة المفتي، لكن إن شاء الله في حلقة قادمة من الوقف حياة. إلى اللقاء. الوقف حياة، الوقف معيل لا يمضى كالمطر يدا يسقينا بالغيث.